ادينا 89 في المسجد، والمسجد سميناه مسجد الاستقامه. زاد العدد، زاد العدد فوق 100 وشيء، ما شلم المسجد. طلبنا من الشيوخ الله يطول اعمارهم، اعطونا الارض هذه وبنيناها، ونقلنا المركز وسميناه مركز الاستقامه، وابتدينا من 2002 في المركز هذا تحفيظ القران. بنات الجامعة، مدرسات، الأميات، كبار السن، مواطنة وغير مواطنة، مفتوح الباب للجميع. وشيء لله، ما في رسوم، ما في شيء. النساء استوى المساكين مسكينات، يعني بلي دراسة، وأنا تحت المجال الحمد لله أعلمنا القرآن، لأن ما بي كبار السن أنا بيصير المدارس الحكومة. حفظنا القرآن أبرك لهم. وحدة جاتني قالت الأول ما نعرف الفاتحة، فالحين الحمد لله يعني حفظت ما أدري كم جزء من القرآن، وهذا تاج على صدري، جائزة أبو ظبي، تاج غالي جائزة أبو ظبي. ليش؟ لأن طلعوني أنا وعطوني جائزة، يعني فرحت لأني أنتجت رواية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، كم يسوى لما تواجهت وياه. ما شاء الله الناس عنده خير، اللي يبغى الخير لازم ينتج. الأول ما حد يعرف عني، اللي يدرس هنا ما يعرفون عني، أني أنا راشد وأني صاحب المركز. بس الجائزة طلعت كل شيء، شافوني في التلفزيون، شافوني في الجرائد. الواحد يسوي سر، بس أنا مسوي سر لكن رب العالمين طلعه بالجائزة هذه.